على خطوط النار مقاتلات أيزيديات يواجهن داعش. تدفعهن تجاربهن المروعة، وبعدما قصته الطائفة الأيزيدية في العراق من مجازر ارتكبها بحقهم متطرفو داعش، بما في ذلك قتل أكثر من 2000 أيزيدي وسبي ألاف من النساء والفتيات. انتفضت العديد من الفتيات الأيزيديات والتحقن بكتائب قتالية تدربت على السلاح من أجل مقاتلة هذا التنظيم المتطرف. القاعدة، داعش، بوكو حرام، اختلفت المسميات ولكن رابط واحد يجمع المتطرفين في العالم سلوك عدواني بمبررات دينية واهية. ولكن في ميدان المواجهة ضد الإرهاب نجد أن تطورا جديدا حدث، أي تبديل الأساليب والانتقال السريع من موقع في لندن إلى آخر في أبوجة وثالث في برشلونة دهسا وطعنا أو تفخيخا. ينضم إلينا للتفصيل من واشنطن السيد برايان ماكيون، نائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية الأمريكية السابق. أهلا بك معنا سيد برايان. بداية، بعد 16 عاما على أفظع هجمات الإرهاب في أمريكا، حول العالم يسأل كثيرون لماذا يستمر النزيف بسبب سرطان التطرف العنيف؟ على الرغم من جهود الحكومة الأمريكية والكثير من الحكومات الشريكة في أوروبا والشرق الأوسط لمواجهة التشدد العنيف عن طريق وسائل عسكرية وسياسية، وذلك لأسباب لا نزال نتصارع معها ونحاول فهم أيديولوجية التشدد والكراهية المنتشرة في بعض المجتمعات في العالم، وهي تؤدي إلى العنف الذي تصفه في حديثك وما رأيناه مؤخرا في برشلونة. طيب سيد ماكين، كيف يمكن برأيك إقناع المجتمع المدني حول العالم أن السياسات المتبعة اليوم هي أفضل طريقة لاقتلاع الإرهاب؟ مقاربة الحكومة الأمريكية في السنوات 16 الماضية منذ هجمات 11 من سبتمبر اعتمدت مقاربة شاملة، واعتماد الوسائل العسكرية ضد منظمات مثل القاعدة وداعش، وأيضا قامت الحكومة بالانخراط على المستوى السياسي والمجتمعي لإقناع الناس بأن العنف ليس هو الوسيلة، وأن هناك فرص متاحة في كل دولة، وأن الإرهاب هو أداة فاشلة لتحقيق أهداف سياسية، وأنهم لن ينجحوا في بلادنا حيث شهدنا عنف يتصاعد في أماكن مختلفة على المستوى المجتمعي المحلي وليس على المستوى الوطني. لقد كانت هناك جهود محلية وولائية عن طريق الشرطة ومدرسين، وكنا نبحث عن علامات على التشدد والعنف، وقمنا بالتصدي لرسائل الكراهية النابعة من هذه المجموعات. وعلى المدى القصير لا أعتقد أننا سنوقف هذه الهجمات، ولكن يمكن أن نقلصها إلى حد كبير وأن نقلل من جاذبية هذه المجموعات. الجهد يتطلب جهدا جماعيا، ويتطلب من شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط أن يستمروا في جهودهم، لأن المسألة لا يمكن أن تستمر لشهر واحد ثم ينتقل تركيزنا إلى شيء آخر. طيب سيد براين، البعض يؤمن بأن الوسائل العسكرية وحدها غير كافية لمكافحة التطرف، ما هو البديل إذن؟ أنا أتفق أن الوسيلة العسكرية ليست هي الوحيدة، إنها ضرورية ولكنها ليست كافية. أمريكا والشركاء الآخرين في هذا الجهد العالمي أحرزوا نجاحات هامة في تقليص تهديد مجموعة القاعدة الأصلية بقيادة أسامة بن لادن،
والتي أصبحت أكثر ضعفا الآن. لقد كان لها تواجد في المناطق القبلية في باكستان، وإن تحولت الآن إلى شكل مثل داعش. وفي السنوات الأخيرة داعش سيطرت على أراضي هامة في العراق وسوريا. هذه منظمة عسكرية ويجب أن تواجه بالقوة العسكرية. أيضا يجب أن يكون هناك جهد لمواجهة الأيديولوجية وجاذبية هذه المجموعات التي تجذب المتجندين أو المجندين، وهذا الجهد الخاص بمواجهة التجنيد عبر العنف هي نشاط نقوم به بالاشتراك مع حكومات أخرى، ودول الخليج على وجه التحديد تتحمل مسؤولية هنا، لأن الكثير منها تمول وفي نفس الوقت تواجه المجموعات الإرهابية، هي تمول الأيديولوجيات الإسلامية المتشددة. المغرب تقوم بجهود مفيدة، ويكون من المفيد لو قمنا بمثل هذه الجهود في الدول الأخرى. المغرب تعمل مع دول الساحل الإفريقي وتدرب أئمة يأتون إلى المغرب للتعلم عن كيفية نشر رؤية معتدلة أكثر للإسلام. الإسلام هو دين سلام، ولكن وجهات النظر المتشددة تختطف هذا الدين وتبعده عن فهم الناس للإسلام. طيب، يعني ما الذي ينبغي عمله اليوم لمنع شباب مسلم من الانضمام لتنظيمات التطرف العنيف من قاعدة، داعش، بوكو حرام أو الشباب؟ كما قلت، هذا جهد واسع لمواجهة جاذبية المجموعات الإرهابية، ونحن ننخرط مع المجتمعات المحلية، وفي جهودنا مع الدول الأخرى نعتمد على هذا الجهد، ونعتمد على جهود الشرطة المحلية. والشبان ربما يشعرون بالاغتراب عن المجتمع الذي يعيشون فيه، وبالتالي يسهل تجنيدهم. نحاول أن نشجع الناس على البحث عن علامات التشدد وإبلاغها إلى الحكومة، وهذا يعمل على بناء الثقة بين الدولة وبين الناس في المجتمع. لا يمكن أن ننجح إلا إذا كانت هناك علاقة ثقة. لا يمكن أن نعتمد هذا في كل مكان، ولكن يجب أن نعمل على المستوى المحلي وأن نبحث عن علامات على التشدد والانسلاب، وهذا أساس هام. الولايات المتحدة تحاول أيضا من خلال وزارة الخارجية القيام بجهد عالمي لفهم دينامية هذه الأيديولوجية ومحاولة الالتقاء مع هؤلاء الناس على وسائل التواصل الاجتماعي والاستماع إلى الأصوات من المنطقة، أصوات إسلامية تتحدث. طيب، وكيف تنظر الكراهية؟ كيف تنظر سيد براين لمطالب تدعو لإعمال إصلاحات في مناهج التعليم الدينية في دول إسلامية تزيل خطاب الكراهية وتستبدله ربما برسائل التعايش مع الآخر وسريعا؟ أعتقد أن من المهم جدا، أن هذا مهم جدا. دول الخليج تتحمل مسؤولية. حكومة السعودية أظهرت أنها شريك هام في مكافحة الإرهاب، ولكنها أيضا تمول أشكال متشددة من الديانة الإسلامية. هناك مبعوث خاص لإدارة أوباما للعالم الإسلامي، وهي سيدة وقد قامت بعمل جيد في هذا المجال. نحن نشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من واشنطن السيد براين ماكيون، نائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية الأمريكية السابق. كنت معنا في اليوم، شكرا جزيلا لك.